وينضم إلينا من بنغازي عبر الهاتف عبد العزيز الفاخري مراسل الغد. إذا عبد العزيز، ما أصداء هذه الدعوة وهل من المتوقع أن يحدث ذلك ردود فعل إيجابية من طرف حكومة الوفاق؟ مساء الخير هبة. نعم، قبل قليل كان هناك تغريدة على موقع تويتر من قبل وزير الخارجية بالحكومة الليبية في مدينة بنغازي الدكتور عبد الهادي الحويش، حيث تحدث الدكتور عبد الهادي الحويش في هذه التغريدة على ضرورة أن يكون هناك مباحثات مباشرة ما بين الحكومتين في الشرق والغرب، نعني الحكومة الليبية وكذلك حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس بالتحديد. ولكن اللافت أيضا هبة في هذه التغريدة بأن وزير الخارجية كان محددا حينما تحدث عن الوزارات السيادية، يعني بذلك وزارة الداخلية الدفاع والمالية وكذلك وزارة النفط وأيضا الوزارة الخارجية. وقد تحدث الدكتور عبد الهادي الحويش في هذه التغريدة بالتحديد على أن من الضروري الآن تقديم تنازلات، ووصفها بالتنازلات المؤلمة لصالح ليبيا بعيدا عن هيمنة وسيطرة المجتمع الدولي، كما تحدث أيضا في إشارة واضحة إلى مسألة المراقبين الدوليين حينما كتب في تغريدته على أن بعيدا عن مسألة القبعات الزرقاء، يعني القوات الأممية والتي هي ربما تحدث عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بمسألة المراقبين الدوليين. إذا ننتظر الآن هبة، هل الآن ربما يمكن القول بأن الدكتور عبد الهادي الحويش وزير الخارجية في الحكومة الليبية هو بذلك يطرق الأبواب الموصدة ما بين الحكومة في الشرق وفي الغرب، وكذلك هل هذه الدعوة وهذه المبادرة الآن بشكل مباشر هل سبقها ربما مباحثات جرت في الأيام أو ربما الأسابيع الماضية، أم أنها هي مبادرة الآن يمد جدا حتى يصنع كما ذكر وزير الخارجية في تغريدته سلام الشجعان لأجل مستقبل أفضل للليبيين؟ إذا ننتظر الآن ما الذي سوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة، وأيضا ردود الفعل التي سوف تصدر من قبل الجانب الآخر، يعني بذلك حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس. لكن أيضا الجدير بالذكر هبة بأن خلال الأشهر الماضية كان هناك أيضا اجتماع مباشر بين الحكومتين في الشرق وفي الغرب، تم ذلك في مدينة سوتشي الروسية، وهو ما عرف باتفاق إعادة ضخ وإنتاج النفط بالتحديد، حينما حضر ممثل عن حكومة الوفاق وهو بالتحديد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيكيك، وكذلك من ينشر الآن منصب وزير المالية بالحكومة الليبية المكلف وهو مراجع الغيث، حينما تم الاتفاق بشكل مباشر لإعادة إنتاج وتصنيع النفط والغاز. نترقب إذا حقيقة ما الذي سوف ينتج بعد هذه المبادرة. هذا هو سنرصده معك عبد العزيز في انتظار ردود فعل قد تكون إيجابية من طرف حكومة الوفاق. شكرا جزيلا لك، كنت عبر الهاتف معنا عبد العزيز الفاخري مراسل الغد.